فاهم وبعده فهيم في الفتحة. طلعوا من الجهة الثانية وشافوا نفسهم في مكان مرة مختلف. قام فاهم قال: يا فهيم فهمني، إيش هذا المكان؟ إحنا فين؟ أشجار كبيرة وأصوات حيوانات. وفجأة يطلع لهم ديناصور كبير يجري وراهم، فخافوا وصرخوا: آه ما عرفنا المكان، خلينا نرجع. وقعدوا يجروا لين دخلوا كهف. وقام قال فاهم: أي عصر هذا؟ قامت قالت آلة الزمن: جبتكم العصر الطباشيري، وفي ناس يسموه عصر الديناصورات. فجأة يحصلهم الديناصور ويوقف عند باب الكهف يصرخ لهم: فاهم وفهم، خلاص طلعينا من هذا العصر، الحياة